أستاذ فيصل بالجلالي، ما هي طبيعة الإصابات التي تستقبلونها وما هي الظروف التي تعملون فيها وأنتم متواجدون كما قلت في مستشفى الإندونيسيا أين مقركم الرئيسي؟ نعم، منذ قرابة أسبوعين ونحن متواجدون هنا. يعني طبعا تأتينا يوميا حالات طوارئ، وهناك عملية مبرمجة للحالات المرضية العادية، يعني كل ما هو عمليات سواء يعني التي هي أمراض أو علاج مثل الإرني أو الفتق أو المرارة مثلا وغيرها مما شابه. هناك أيضا تداعيات الإصابات السابقة، يعني كثير من الجرحى والمعالجين يعني هم ضحايا يعني قصف سابق أو أحداث سابقة أو حتى ضحايا سوء تغذية. مثلا موضوع فقر الدم يعني سائل هنا، اللحوم لم تدخل يعني منذ شهر جونفي، ليس هناك أو انتهت يعني. فأيضا نقص التغذية عند الرضع، حليب الأطفال يعني مفقود بشكل كبير، فهذا مما يتم علاجه. لكن لا يخلو يوم من استقبال جرحى جراء القصف، يعني ومررنا ببيك يعني بأوقات ذروة، كانت ليلة الأحد إلى الاثنين من الأسبوع الماضي، وكذلك يعني في آخر الأسبوع، وكذلك اليوم حين تعرض محيط المستشفى يعني إلى قصف طال مجموعة من المارين يعني في الشارع.